الله. خمسة فيصل، السهم الملتهب، الله، كلمنا عن هذا العمل. السهم الملتهب هي مسرحية بالنسبة لي فيها بصمة كذا تاريخية. فالكابتن ماجد عبد الله الله يطول في عمره كان معالي المستشار تركي الشيخ، عنده فكرة انه يكرم الاساطير الرياضية بمسرحيات، فسوى فكرة ان مسرحية ليوسف ثريان ومسرحية لماجد عبد الله. فالحمد لله تم الاختيار اني انا اللي امثل دور. احنا بس بعد انك حاطين صور من الكواليس، إيه اذا حاب انك تتكلم عنها. هذا بشكل ماجد عبد الله، لانه كان عندنا مشكلة في كان في شخص بياخذ دوره وهو شاب في السبعينات في الثمانينات التسعينات، نعم، اللي هو انا. وفي دور بياخذ عمره الحالي. نعم. فاعتذر للشخص اللي في الدور الحالي، قالوا لي انت لعب مكانه. فانا رفضت، قلت لازم سبيشال افكت ولا ما راح اشتغله. صح. فجابوا شباب مختصين من مصر وما قصروا، حاولوا يقربون قد ما يقدروا. فانقلوك الى عمر من صغير لكبير. والشكل ايضا شكل الحين هذا ابو عبد الله يتكلم عن تفاصيل الوجه الظاهر انه نفس التفاصيل. شلون استعديت وحضرت للشخصيه هذه؟ زرت ابو عبد الله كثير، وكان هو صراحه قلبه مفتوح لنا، يعني زرته في الجمعيه، جمعيه اللاعبين المعتزلين، هو كان هو رئيسه. فزرته وجلست وياه كذا يوم، وراقبه وهو يرقد درج، وراقبه ويمشي، وراقبه لانه هو في مشيه له مميزه يعني. فسوينا الشكل وسوينا المشية والحمد لله طلعنا بعمل جميل. ايش قاله هو عن دورك؟ انبسط كثير، وفي مشهد مشاهد درامي مرة كان يحكي عن ذكرى والد ماجد عبد الله يعني. فكان هو في يومها طبعا حضر العروض كلها ما شاء الله، كان يحضر. والسبب انه يقول جمهوري اذا جاي يبي يشوفني فعلا انا موجود. الله. كان يوقع لهم بين بين الفصلين، كان يوقع التيشيرتات لهم كذا. ففي عرض من العروض كان قاعد في النص مقابل لي، انا كنت اطلع في قدام مسرح واقول مونولوج درامي عن والد ماجد عبد الله. فشفته شلون تاثر، ومره يوم طلعت حضنته قلت له انا اسف يعني. قال لا بالعكس زيد، يقول لي زيد. فلطيف ابو عبد الله، ولطيف بكرمه بالمعلومات وكل شيء، كان يقول لي كل شيء وكان يصحح لي يعني. في بعض العروض احيانا الممثل تاخذ هذا ويضيف اشياء. صح. فكنت ابحث واضيف اشياء، فكان يجي يصلحها لي، يقول ترى هذه صح بس هذه غلط، هذه صح هذه غلط. فما كان مقصر معنا ابو عبد الله، الله يذكره بالخير. نعم. جميل.